اليوم بشرى تقدم لكم واحد الوصفه روعه ولذيذه بمكونات بسيطه اقتصاديه بمناسبه عيد مولد النبوي الشريف، عيد نبينا عليه الصلاه والسلام، مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. غادي نخليكم مع المكونات وطريقه التحضير، بقاو معايا. المكونات كما يلي، كيف كتشوفوا عندنا نبدا لكم بالشوفان. تقريبا راه هنايا كاس ديال الشوفان، كاس ديال العنبه، تقريبا ما يعادل 150 غرام وقل او اقل. عندنا جوز الهند، هذا عندكم ميزانكم باش غنخلطوا هذه الخليط هذا كله. تقريبا انا درت هنايا تقريبا نصف كاس ديال جوز الهند مطحون، وعندنا نص كاس ديال الكاوكاو الفول السوداني اللي غادي نتا هو غادي نطحنو شويه بحال غنهرمشو. عندنا مربى المشمش المنزلي راه كنت عملته معاكم. عندنا الكاكاو تقريبا معلقه كبيره، عندنا نص معلقه صغيره ديال السكنجبير او الزنجبيل، عندنا نص معلقه صغيره ديال القرفه، وهذا دوك العقيقات اللي كنا نزوقوا بهم، هذوك يبقاو اختياريين، اللي بغى يديرهم يديرهم، اللي بغاش ما يديرهمش ما يديرهمش. عندنا واحد القبيصه ديال الملح ضروري، وعندنا الكويغطات في الالوان، عندنا هنا القهوي وعندنا الابيض، وعندنا واحد نص كيس ديال الفانيلا، عندنا اللوز ها هو يعني هذا فيلي، عندنا الحلوى ديالنا اللي شات لي البارح، الى شفتوا الفيديو ديالي ديال الحلوى ديال الضامة كنشاط ليا، وكنقول لكم دائما ما عمركم تضيعوا الحلوى، راه هي هذه، هادو الجوانب ديال هاد الجوانب ديالها اللي طحنتهم كيف كتشوفوا، وخلطتهم مع جوز الهند وكاوكاو، وغادي نضيف عليهم الخرطال الشوفان او لافوان. او ما كيفاش كتشوفوا ها هي، كنقولها لكم دائما لان سبق درت معكم واحد الوصفه حلوه ديال الكريمه بلا كريم، نيت بنفس الحلوه اللي كتشيط لينا وكتبقى لينا ديال العيد، كتبقى عندنا في الفريكو ولا كنحتفظوا بها، ما كناكلوهاش، كنساوها بعض المرات كنجبدوها باش غادي نمشيو حنا نديرو مثلا البسكوي، نشريو البسكوت من الحانوت، عندنا الحلوه مصوبينها في الدار، علاش ما نستغلوهاش. غادي نمشي دابا نطحن هاد شويه هذا اللي بقى لي، حتى انا ديجا طحنت داكشي اللي كان شاط ليا ملي كنت درتها مع درت ليها كاوكاو والكوك، ملي كنحيدها كنحطها في ديك السطيله ديالها، كيبقى هادشي هادو، هاد البقايا هادو ما كنلوحهمش، كنخليهم كنديرهم في السلوفان كنحتفظ بهم باش غندير بهم حلوه اخرى. بقاو معايا باش نمشي نطحن هاد الحليوه هادي اللي بقات ليا، انا بغيت غير نوريكم. دابا راني ضفت شويه ديال الكاوكاو، غادي نهرمشو. غادي ناخذ واحد السوبيرا او واحد الصحن كبير اللي غادي نخلطوا فيه هاد المكونات كاملين. غادي نديروا الخليط الاول، بسم الله كنطحنت. غادي نضيفوا عليه جوز الهند كوك، بعدا نسى رشه ديال الملح، بعدا كندير البركه، بسم الله. غادي نضيفوا عليه الخرطال، هذا النوع الرقيق، راه كاين الغليظ والرقيق. غادي نضيفوا السكنجبير والقرفه، الكاكاو، صافي قلنا والو. دابا غادي نبداو نضيفو، غادي نخلطو المكونات، نخلطو بحال هكا، نتوما الا كان عندكم العسل خلطو بالعسل. درت نسيت نضيف كيس ديال نص كاس كيس عفوا ديال الفانيلا، نحاول باش منبينش إشهار. بلادي يا قرة العيان والشمس ضوات عليها،
غنبقاو نخلطو مزيان حتى كيجانس مع بعضياتو. كنحصلو على هاد بحال البودرة بحال دقيق مخلط من كلشي. دابا غادي نمشيو نديرو نضيف مربى ديال المشمش ديال المشمش. كنحاول كنبغي نقول شي كلمات شرقيه لكن في التغلب يرجع الاصلي اصلا. نبداو نخلطو بسم الله باش نحلصو على واحد العجين اللي غادي نحاول نديرو في الكويرطات. بقاو معايا نخلطو مزيان. ولا جاكم شويه يعني ناشف هانتوما حاولوا تزيدوا كوفي سيرا. هو كما قلت لكم راه كنصوبوا حنا ديال العام. ها هو راه تيبقى في الفريغو ما كيتهرس ما ولدينا في قرعه ديال الزاج كبيره كيبقى عندنا تشوفوا باقي داير به الثلج. غادي نضيف منه الى ما قدنيش هذاك الكوفي سير او المربى باش نعجنوا به هاد الحلوه ديالنا. بقاو معايا باش نخلطها مزيان ونرجع معاكم. حصلنا على هاد العجينه هادي. ها هي متماسكه كتشوفوا هادي اللي غادي نكوروها ندور على كويرات وغنديرو الكويطات ديالنا وغادي نزوقوها من طبيعه الحال. هانتوما كيفاش دايره. كنقول لكم دائما عينكم ميزانكم يعني ديروا درتوا الكوفيتير يعني او المربى جاتكم العجينه او الخليط جاكم ناشف او جاف دو تزيدوا بشويه باش تخلطوا باش عفوا باش تحصلوا على هاد الكويرات هكايا. شوفوا على الشكل ديالهم كيجي هائل. بغيتوا تزوقوهم زوقوهم بغيتوا تخليهم في الكويرطات هاكا تخليهم. دابا الحال بارد ما تحتاج ديرو بالثلاجه. نحاول باش درت غير واحد بحال نموذج كتشوفوا هو. دابا غادي نمشي غادي نكورهم وغادي نديرهم في الكويرطات. بقاو معايا ما عنديش اللي كيصور لي انا غادي نحاول نديرهم في الكويرطات وغادي نوريكم الشكل النهائي ديال هاد الحليوه هادي. راه ساهله مهله حتى الدراري الصغار يمكن يقدروا يديروا بحالها. احبائي كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي درت لكم اليوم. راه سهله بزاف وزوقتها بهاد الشرائح ديال اللوز. يمكن لكم ديروا حتى الجلجلان او السمسم او الكوكنيت جوج دهن وحتى كاوكاو مهرمش نيت عاوتاني. والطريقه اللي درت باش حصلت على هاد الديكور هذا ديال هاد الفيلي ديال اللوز او الفيلي دهون. كناخذ مثلا هاد الحليوه هادي كنغطسها في الكوفيتير في المربى اللي كتشوفوا وكنعاود ندير هنايا كتهز لي هادوك لي فيلي كنحطها تعطيك هاد الديكور هذا بحال هكايا. وواحد الفكره هاد سميتو المربى راه كندير معاه شويه ديال كما درت معكم بحال الحلوه البارح ملي دهنتها من الفوق باش رشيت عليها اللوز عفوا رشيت عليها الكوكو ورشيت عليها الكاوكاو والفول السوداني. راه خلطته بسنيده وكنردو شويه على النار حتى كيذوب شويه تذوب معاهم ديك السنيده. من بعد عاد كندهن به لان باش ملي كتلصق يلصق ما كيبقاش يحيد يلصق مزيان. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الوصفه. دابا غنحاول باش نستف هاد الحليوه ديالنا اللي درت اليوم.